لحد 6 شهور الإعلام الإسرائيلي يتجاهل أن هناك شيء اسمه شعب فلسطيني. يعني فقط بالأيام الأخيرة بدأوا ينقلوا مشاهد غزة يعني عشان في شغل للمشاهدين. حتى في مراسل أعتقد مراسل القناة 13 في يعني بيوم السبت كان يبث من الجنوب وقال أنا أريد أن أحمل السلاح الآن. لا كله ما كنت كله ما كانت إنتاج افتراءات. حماس داعش، حماس نازيين، حماس قتلوا بالمئات. طب أنتوا تحققتوا أنه قتلوا بالمئات؟ يعني طبعا ب 2006 الصفحات الأولى كان هناك كتاب مقالات يجب حرق أو تدمير الكرة اللبنانية في الجنوب. محلل إسرائيلي ليش يطلع على القناة الفضائية العربية يحلل يعني عشان يفيدنا بإعرف عدوك؟ يعني لا، هو بيجي أثر بالوعي طبعاً ويشوه ويحرض عشان يأخذ آخر النهار $150. أنا رامي منصور، صحفي رئيس تحرير موقع عرب 48 ومقره حيفا. هاي الحلقة حكينا فيها عن الإعلام الإسرائيلي في زمن الحرب، تحدثنا عن كيف يغطي هذا الإعلام على 3 مراحل غطى هذه الحرب. تجند الإعلام الإسرائيلي وهو جزء من المعركة، كيفية تعامل المشاهد العربي مع الإعلام الإسرائيلي والفضائيات العربية مع المتحدثين الإسرائيليين طبعا. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب، معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز رامي منصور. هذه الحلقة بتتزامن مع العدوان على غزة وبالتزامن مع الأخبار اللي بتحكي على احتمالية أو على التحريض أو على الخطوة القادمة اللي هي الاجتياح البري لقطاع غزة لأهلنا في غزة، وبتتزامن مع الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا اللي بيعيشوها أبنائنا وأهلينا في غزة، وتتزامن أيضا مع كميات من التحريض العالية جدا داخل الإعلام الإسرائيلي بالنسبة لنا، وشكل جديد من التعاطي ونمط جديد من التعاطي معنا على مستوى هذا الحدث. عادة كان هنالك يتم خلال أي عملية حظر نشر وانتقاء شو يتم نشره، هذه المرة بالأغلب هنالك نهج جديد، هنالك ظرف جديد. الحدث بحد ذاته كبير جدا وأكيد فرض حاله على الإعلام الإسرائيلي وعلى مؤسسات الاحتلال والمؤسسات الإسرائيلية ككل، ولكن فعليا إحنا في شكل تعاطي هنا يفترض يكون مختلف والمفترض نفهمه. اليوم حلقتنا رح تخوض أكتر مع رامي بكيف إعلام الحرب بيكون وكيف إعلام الحرب الإسرائيلي بيكون بشكل أساسي. قبل ما أبلش بشكركم مقدما على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه، اشتراككم بالقنوات، اشتراككم وتفاعلكم مع هذا المحتوى، وأيضا رح أقوم بمجموعة من الحلقات خاصة لهذا العدوان، لتغطية هذا العدوان وضع أهلنا بغزة. فأي فكرة بتخطر لكم أو أي سؤال بخطر لكم بسعدني مشاركتكم لإلي، وبتساعدوني فعليا على إني أكون أقرب من الحدث وأقرب لأقرب لأسئلكم وشو بتفكروا. وبهيك بنبدأ مع رامي. أهلا وسهلا رامي، يعطيك العافية. الله يعافيك، مرحبا. أنا بعرف أنه أنت كتير مضغوط، ويعني موقع عرب 48 من أهم المواقع اللي عم بتتابع أول بأول، فقادر أتخيل حجم الضغط بس من الهوم بيج اللي موجودة عندك. فشكرا أنك لبيت الدعوة هذه وقبلت أنه نعمل هذا الحوار السريع. وزي ما حكيت لك قبل، هذه دعوتك، هذه مش يعني هذه دعوة استثنائية، بس في حوار تاني رح أخوضه أنا وياك اللي رح أرجع مرة تانية كل الفقرات هذه اللي رح نعملها سكيب الشخصية رح نرجع نخوضها لقدام بدعوة تانية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شكرا لك طبعا على الاستضافة خاصة بهاي الظروف وإتاحة الإمكانية للتحدث لمتابعيك. أهلا وسهلا رامي. رامي، أول إشي قبل ما ندخل بتفاصيل إعلام الحرب، مين بيدير الإعلام الإسرائيلي؟ مين بملكه؟ الإعلام الإسرائيلي مقسوم قسمين، هناك الإعلام الرسمي مثل هيئة البث الرسمي، هو الإعلام الرسمي ولكن هو ليس ناطق باسم الدولة أو باسم الحكومة، ولكن الحكومة أو الدولة تمول هذا الإعلام مثل قناة كان 11، ريشة بيت الإذاعة، عدة قنوات. وهناك سلطة البث الثانية اللي هي عمليا تصدر مناقصات أو عطاءات لقنوات تجارية أو إذاعات محلية يعني مناطقية لمنطقة الشمال، لمنطقة المركز، لمنطقة الجنوب. وهناك الصحف ومواقع الإنترنت اللي هي عمليا يملكها أثرياء أو رجال أعمال مثلا يدعوت أحرنوت
تملكها عائلة موزيس، وهي لديها أيضا يعني أسهم في قنوات تلفزيونية. هآرتس يملكها عاموس شوكين، وهناك إسرائيل هيوم اللي أسسها يملكها الثري الأمريكي اليهودي شيلدون إدلسون الذي توفى قبل سنوات، والآن مرته مريم إدلسون هي التي يعني تدير هذه المجموعة. وهناك معريف يعني وهي مجموعة أصغر، أيضا رجل أعمال يملكها، وهناك الإذاعات المحلية اللي هي مملوكة أيضا لرجال أعمال، بعضها ملكيتها تتقاطع مع ملكية الصحف، يعني الإذاعات والصحف والتلفزة. سوق الإعلام بإسرائيل معقد، يختلف عن سوق الإعلام يعني في العالم العربي، لأنه هو يقوم على الاستثمار والربح والمنافسة. طبعا ليس هناك إعلام ناطق باسم الحكومة أو إعلام حكومي رسمي يمثل الدولة حتى لو كان بتمويل الدولة، وهذا يعني منذ ما قبل تأسيس إسرائيل. حتى فترة المشاف كانت هناك صحافة نوعا ما مستقلة بين هلالين اللي يملكها رجال أعمال أثرياء، أصولهم من ألمانيا. موزيس شوكن كان عنده حوانيت ضخمة في ألمانيا، واشترى هآرتس في العشرينات على ما أظن، وانتقل إلى البلاد واستثمر فيها. هناك منافسة اقتصادية كبيرة، الإعلام مربح طبعا، وهذا يدل على أن الإعلام أولا بحاجة إلى اقتصاد مستقر، وبحاجة إلى ديمقراطية وتنوع وتعددية. والاقتصاد ليس بمعنى مستقر بأنه رأس مالي أو سوق حر أو كذا، وإنما هو على مسافة من السلطة السياسية الحاكمة أو السلطة الحاكمة. طبعا هناك تداخل، هناك علاقات، هناك تأثير متبادل، ولكن الاقتصاد يكون مستقل نوعا ما عن السلطة السياسية. يعني إذا نظرنا إلى العالم العربي أو حتى إلى الأراضي المحتلة 67، هناك اقتصاد نوعا ما ولكنه مرتبط بالسلطة السياسية أو السلطة الحاكمة. الصحافة بحاجة إلى اقتصاد كل الأحوال، ليس هناك يعني، والسياسة طبعا بحاجة إلى اقتصاد، أو العمل الحزبي والسياسي بحاجة إلى اقتصاد. بإسرائيل هذا يتوفر، هناك حرية صحافة إلى حد ما، طبعا في إطار الإجماع أو الصهيوني. وهنا أنا أتذكر إذا أردنا نتحدث عن الإعلام الإسرائيلي، مقولة لجمال عبد الناصر في الخمسينات أو الستينات عن الإعلام اللبناني، أن في لبنان حرية صحافة ولكن ليست هناك صحافة حرة. وهذه يعني هذه الثنائية هي ممكن يعني أن نحلل من خلالها هذا الموضوع، هل أن إسرائيل فعلا فيها حرية صحافة وصحافة حرة، أم هناك يعني حرية صحافة وصحفيين غير أحرار، أو صحافة غير حرة. فهذه ثنائية مهمة لكي نتطرق إليها، خاصة في زمن الحرب والأزمات ومثل هذه الأيام. رامي، هيك أنا في مشهد بطلع عليه، أنه كل الأقنعة اللي كانت تلبسها يعني إسرائيل في أكتر من مكان، سواء برا ولا جوا، شكل تجميل الاحتلال، شكل التعاطي خاصة مع اتفاقيات التطبيع، هذا التجميل الكبير اللي صار بكل مكان. اليوم عم بشوف فعليا في دولة أمنية موجودة بلا أي أقنعة، يعني الأمن أولا. هذا النقاش اللي دائما كان يقارن هنالك دولة أمنية، هذه دولة أمنية، هذه دولة أمنية، إنه أنت اليوم عم بتشوفه في طول كرم، بتشوفه بحيفا، بتشوفه في النقب، بتشوفه في كل مكان. وحتى فعليا يعني ما يتم إشار له امبارح إنه على قضية الاختيارات الخارجية، فأنت بصير تتعاطى إنه حتى النشاط الخارجي كمان على مستوى الهيدلاينز كله نشاط أمني. حالة التباينات اللي موجودة كمان بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشوفها في ظل الحرب عم بتكون كمان نفس الإشي، يعني بمعنى التباينات الكتير اللي ممكن تكون موجودة بتخف وبتصير تشبه كتير بعضها تحت ظل مؤسسة عسكرية. بالسابق يمكن ما قبل هذه المعركة كنا نشوف انه لما بتم حظر النشر الكل بحضر النشر، لما بتطلع وثيقة الكل بناقشها، لما بتنحضر وثيقة ما حدا بناقشها. فمشهد الحرب قديش بغير بالفوارق اللي ممكن نشوفها وندرسها ونقرأها بوسائل الإعلام الإسرائيلية. صحيح ما تقوله، طلع
فترة الحرب الإعلام الإسرائيلي يتجند، أصلا المجتمع هو معسكر ويتجند، والمواطنين العاديين بيحملوا سلاح، وشفنا مشاهد اعتداء على صحفيين عرب وأجانب. هذه كلها صناعة أجواء يعني الإعلام، بسبب الإعلام. بالإمكان يعني إذا بدك نرصد شو صار بالإعلام الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع منذ هجوم السابع من أكتوبر. بنفع نعمل رامي يوم قبل يوم بعد، يعني بس عشان هيك إنه كيف كان الإعلام الإسرائيلي بستة الشهر وكيف قلب سبعة الشهر. لحد ستة الشهر الإعلام الإسرائيلي يتجاهل إنه هناك شيء اسمه شعب فلسطيني، أو هناك شيء اسمه حصار غزة، وإعلام ترفيهي تافه سخيف يعني كله رياليتي تي في، ويصفق للحديث عن التطبيع مع السعودية ومبسوط يعني وكأنه تجاوزنا العقدة الفلسطينية، وفيش ناس محاصرة بغزة، فيش ناس تموت يوميا بالضفة. يتطرقون لما يحدث في مخيم جنين، لما يعني عادة بالأساس لما يصاب جنود يذكرون ذلك بالأخبار، ولكن عموما يعني تناول الفلسطيني يكون طابع عسكري أمني، ويعني وتجاهلون حياة الفلسطينيين العاديين خاصة في غزة. في السابع من أكتوبر صفاقوا على صدمة أنهم كانوا شركاء بما يسمى الكونسيبتسيا، هاي العقيدة تجاه غزة، وأنهم تعاونوا وتواطؤوا مع السلطة السياسية والجيش، أنهم لم يتحدثوا عن غزة بما يكفي، لم يعني أنه ما يجري بغزة ليس من ناحية أمنية على الأقل ليس كما صوره لنا الجيش بأن حماس مردوعة ولن تقوم تجاسب بعملية، وأن إسرائيل تقوم بشراء الوقت في غزة من خلال تصريح العمال والتبرعات لغزة أو الأموال، يعني الأموال التي تدخل إلى غزة. السابع من أكتوبر هم استفاقوا على هذا الواقع، يعني في ساعة تسجيل، يعني في يوم تسجيل هذه الحلقة، يعني صدمة. طبعا هناك يعني كاتب اللي هو يساري يعني كتب أنه إحدى أخطائنا أنه إحنا كنا متواطئين أو تجاهلنا الفلسطينيين في غزة، أو الفلسطينيين ما خلف جدار الفصل العنصري، والتعامل كان فقط تغطية أمنية إذا في عملية بحوارة في اجتياح لجنين وما إلى ذلك. في البداية الإعلام تجند حتى سبق الجيش وقوات الأمن في تغطية الأحداث في غلاف غزة، يعني فتحوا البث المباشر، المراسلين العسكريين أو المحللين العسكريين فاتحين الواتس أب، توصلهم رسائل من المحاصرين في والمحجوزين في بيوتهم في غلاف غزة، وهم على الهواء مباشرة يوجهون الجيش أو يرسلون الجيش عبر الواتساب بأن هناك عائلة في الشارع كذا في البلدة كذا كذا، توجه يعني أرسلوا إلى هنا قوات إلى هذه المنطقة. هكذا كان الإعلام يعني، ويتصلون يعني أو المحتجزين يتصلون بالقنوات في البث الحي والمباشر، ويسألون أين الجيش، وحالة بكاء ويعني مصيبة. وعمليا هم سبقوا الجيش في هذا الموضوع، كانوا على الهواء مباشرة يعني مع السكان، وهذا الحال استمر طيلة السابع من أكتوبر. وطبعا طيلة الأيام حتى يعني يوم الجمعة، يعني حتى الانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، هم كانوا مجندين بالكامل، وأنه يجب سحق حماس والقيام باجتياح بري وإدخال قوات وما إلى ذلك. في اليومين الأخرين يعني بإمكاننا تقسيم المشهد الإعلامي في إسرائيل إلى ثلاث مراحل: الصدمة وتحولهم إلى وكأنها محطات إغاثة للمحتجزين في منطقة غلاف غزة، المرحلة الثانية الهجوم، التجند في الهجوم، يجب سحق حماس وتدمير حماس. وطيلة هذه الفترة لا تبث مشاهد من غزة للضمان بغزة، يعني فقط بالأيام الأخيرة بدأوا ينقلوا مشاهد غزة، يعني يعني عشان في شغل للمشاهدين بأننا أن الجيش يقتل ويدمر. وفي اليومين الأخيرين يعني نتحدث اليوم الثلاثاء، بدأت تطرح أسئلة: أوكي بدنا ندمر حماس وبدنا نسقط حكم حماس، ولكن هل لدينا فعلا القدرة على ذلك؟ أصوات قليلة كانت خلال الأيام الماضية تطرح ذلك،
أحدهم متان فيلنائيل، هو كان نائب وزير الأمن السابق من حزب العمل، هو كان قائد منطقة غزة في الجيش وقت اتفاقية أوسلو، وهو قاد الانسحاب أو إعادة الانتشار الجيش الإسرائيلي بعد اتفاق غزة. وهو قال أنا يعني مع صحك حماس، ولكن أنا عشت في حماس وأعرف لا يمكن فعل ذلك، لأن الناس هناك يعني هذه البيئة الشعبية الحاضنة الشعبية كلهم مع المقاومة. وتذكر أنه عندما انسحبوا من غزة بعد اتفاق غزة أولاً وغزة وأريحة أولاً، بأن كانت هناك سبعة أشخاص مطلوبين يجب تصفيتهم قبل الانسحاب، وقال قمنا بتصفية ستة، ويقول كانت لدي يعني صورهم دائما تلازمني أنه يعني يجب تصفيتهم، فقال قمنا بتصفية ستة، وآخرهم قائد القصام حينها فاتني اسمه، وبقي شخص واحد لم نتمكن الوصول إليه واسمه محمد ضيف المصري اللي هو اليوم يعني قائد القصام. فهو يقول يعني هذا الصوت الوحيد تقريبا الذي كان يطرح بأنه لا يمكن نريد القضاء على حماس، ولكن لا يمكن القضاء على حماس، يعني لا تعرفون ما هي غزة والاشتياع غزي وحرب الشوارع والمخيمات وحرب العصابات. وذكر قصة محمد الضيف أنه لم نتمكن الوصول، يعني وقت غزة كانت متاحة لإسرائيل، يعني لم تكن بعد في أواسط التسعينات. فهذه الثلاث مراحل هي اللي كانت أولا التجند بالوصول إلى الناس، من ثم الهجوم والحض على الهجوم، واليوم بالأيام الأخيرة هناك بدأت يعني أصوات تطرح تساؤلات ليس إنساني حول غزة وما ذنب سكان قطاع غزة، بالعكس يعني الكل يريد سحق حماس، ولكن مدى إمكانية ذلك هذا هو السؤال. لم يسألوا سؤال مثلا لماذا حماس قامت بذلك، اجتياح الأقصى وبنغفير والقتل في الضفة الغربية يوميا والحصار المفروض على غزة من 15 سنة، لا لم يطرحوا هذه الأسئلة. هذا هو مشهد الإعلام الإسرائيلي، وهو يعني هناك انتقادات للإعلام الإسرائيلي بأنه نتنياهو يقوم بمؤتمرات صحفية، ولكن ممنوع لأسئلة، ممنوع للصحفيين أن يسألوا نتنياهو أسئلة، والقنوات الرئيسية التجارية الرئيسية زي القناة 12 13 متواطئة مع نتنياهو. لماذا هي متواطئة مع نتنياهو؟ لأنها لا تريد إغضاب المتابعين بأن تطرح الأسئلة التي يجب طرحها، أو أنه مساءلة نتنياهو عند الإخفاق أو ما رأيته للمستقبل. في المرحلة هاي أيضا هناك أصوات أهالي الأسرة، يعني هناك انتقادات لنتنياهو في تعامله مع أهالي الأسرة ومحاولة دق الأسفين بينهم، بأنه يعني بيشتغل سياسة داخلية، يعني إسرائيل في حرب وهو يشتغل سياسة داخلية ومكتبه ومرته وكيف يتعاملوا مع الأسرة ويتعاملوا والخلافات مع جانت أشياء شخصية. هذه هي الأجواء. طبعا الفلسطيني غائب، حتى يعني أصوات من عرب الداخل غائبي. وإذا أردت يعني أوصف لك مشهد الاستديوهات، أنه في المقدم وفي صف جنرالات سابقين، وحسب الرتبة يكون مكانه الأقرب إلى المقدم أو المقدمة، يعني إذا كان رئيس شعبة استخبارات سابق له رتبة عالية فهو يكون أقرب إلى المقدم، إذا كان مثلا في القوات البرية هو يكون بالدرجة الثانية، إذا هو كان ناطق بالإعلام العسكري فيكون ثالث. أين الصحفيين؟ أين المحللين؟ هم يعني أبعد من هؤلاء. والجنرالات هم يعني الجنرالات السابقين هم الذين يعني يضعون التون، يعني الخطاب، رؤية يعني عسكرية، تحليل الوضع عسكري، ماذا يجب، كيف يمكن سحق حماس، ماذا يجب فعله عسكريا، أمور من هذه. وحسب الرتبة العسكرية يكون مكانه على الشاشة وقربه إلى المقدم. طب رامي، أول إشي بس بدي أحكي لك شغل، إحنا تنزلنا عن كتير أشياء بهاي الحلقة عن أجواء تقارب، بس في شغلة إيش تنزل عنها اللي هي قضية اللهجة، فأنا بحب كل حلقة فعليا أسمع اللهجة المحلية تبعت كل ضيف. أنت من وين الأصل بس عشان المتابعين؟ أنا من الطير المثلث. نسمع لهجة الطير المثلث، طيرة بني صعب ما يسمى.
هي طيبة بني صعب ولا طيرة بني صعب؟ في الطيبة وفي الطيرة. طيب هم التنتين بني صعب. نعم هي المنطقة. طيب هاي بني صعب. أنا يعني أشرح لك، إحنا مش عرب 48 يعني إذا بدك الصراحة. هلا هاي 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 رح نجيلها، رح نخليها بالحلقة تبعتنا. بس بدي أرجع مرة تانية أسأل في مشهد لإلي، إنه أنت مثل ما هذا الجيش أكل ضربة جامدة أو انكسر، مثل ما هذه الدول انكسرت ب 7 أكتوبر، كمان عم بشوف باللي أنت بتقوله إنه شكل تعاطي الإعلام بحد ذاته اختلف. يعني مش بس مجرد صحي تقنيا كيف عم بنحكى، انه تحول دوره فعليا لدور جديد، والدور القديم اللي كان بيعمله او شكل الاناقة او شكل الاحترافية اللي كان بيشتغل فيها، اليوم عم نحكي على مشهد جديد بالكامل. يعني حتى القناع اللي موجود هذا زال، واحنا اليوم موجودين قدام معسكر. بدفع هيك احكي بشكل واضح، احنا امام جبهة. جبهة اللي بتصيغ الرأي العام. يعني هم بدأوا بالتحريض على سحق حماس وتدمير غزة، والآن طبعا بعدين بيجيبوا لك البطولات للجنود اللي واجهوا مقاتلين القسام، بعدين بيجيبوا لك الدراما تبعت المختطفين وأهالي الأسرى وكذا وكذا. هو عادة الإعلام متجند والحروب يتجند، ولكن يبدو بسبب الصدمة وعدد القتلى كبر الصدمة هذه المرة. يعني وفي شيء مهم هنا، الصدمة الإسرائيلية مش بس من عدد القتلى، الصدمة الإسرائيلية من انهيار الجيش على حدود غزة. هاي أزمة للإسرائيلي أمام نفسه. يعني هو يؤمن أن الجيش هذا بحميه، هذا الجيش أقوى جيش بالمنطقة وأقوى 10 جيوش بالعالم، هزم العرب بست ساعات أو ست أيام، يعني أقوى جيش، وعنده السايبر وعنده التقنيات وعنده F-16 وعنده F-35. محدث بالسابع من أكتوبر هو أنه انهيار الجيش أصعب من انهيار 73، لأنه يعني في 73 الجيش انهار على الجبهة المصرية بسيناء على القناة. 7 أكتوبر 2023 الجيش انهار داخل إسرائيل، ما يسمى داخل الأراضي الإسرائيلية، يعني على المستوطنات بغلاف غزة. ما يريد الإسرائيليون يعني بهذه الفترة هو مش بس الانتقام للقتلى وتحرير الأسرى، وإنما ترميم صورتهم عن نفسهم. هذا عامل مهم، يعني هذا الشيء مهم، أنه انهيار الجيش هو شيء مزلزل بالوجدان والوعي الإسرائيلي الصهيوني، أنه الجيش انهار، أنه الجيش انهار، والبلبلة بالجيش مستمرة. يعني استمرت، يعني الدولي يعني الدولي مش شغال زي ما لازم، يعني هناك خلل يعني في البيروقراطيه الاسرائيليه بعمل وزارات. الوزراء لم يصلوا الى غلاف غزه حتى اليوم، بعضهم يعني لا يجرؤون على الوصول لانه عارفين شو راح يكون رده الفعل تبعتهم. فصدمه الاسرائيلي من 7 أكتوبر هو لا يقتصر على عدد القتلى الكبير، هي انهيار مزلزل للوجدان الإسرائيلي، أنه الجيش انهار على حدود غزة على أيدي مقاتلين، يعني على 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 فيزبا. هذا تحول سوف يكون كبير جدا في المجتمع الإسرائيلي، سياسيا اجتماعيا اقتصاديا عسكريا. الإسرائيلي يريد الآن ترميم يعني صورة نفسه عن نفسه، مش بس أمام العالم أنه إحنا أقوى جيش، وأمام العربي وقمع فكرة المقاومة، لا، هو يريد استعارة نفسه، لأنه ما حدث في 7 أكتوبر هو كان مزلزل لوجدانه، أنه هذا الجيش انهار بساعات، مش بس انهار، يعني بغيب عن المشهد. وأنا كتبت مادة في عرب 48 صباح يوم السبت، أن الشاشات الإسرائيلية أين الجيش؟ يعني كانوا هم بيثقوش بالمؤسسة السياسية ولا بيثقوا بالحكومة، ولكن جيش مؤسسي مقدس. هذا كان شيء مزلزل، وهدفهم بالنهاية ترميم صورة نفسهم عن نفسهم. يعني هاي بالنسبة لهم أصعب شيء. طب رامي، أنت بنفس المشهد هذا عم نحكي أنه لما انهار الجيش بطل يدير الإعلام. يعني سابقا بأحداث مثل هيك الجيش كان بيفتح بسمح للنشر وبحضر النشر، صح؟ بمرحلة مثل هاي الإعلام كيف اشتغل تقنيا؟ يعني فكرة وصول لمرشهد أنه المراسل سبق الجيش لمواقع
وفتح هواء أو فتح تغطي وبلش يبعث مسجات أو يعطي على الهواء كيف أنت عم بتقول تعليمات للإنقاذ، هذا في إشي مش قادر أفهمه غير بسياق المشهد اللي أنت بتقول إنه هذا أصلا مجتمع مجند، يعني هنا بطل صحفي، هو تحول لجندي طلع ولكن استخدم الأدوات الصحفية الموجودة عنده عشان يخبر، عشان يعمل دور يمكن هو مش دور صحفي، دور استخباراتي هون أكتر. لا يعني حتى في مراسل، أعتقد مراسل القناة 13 في يعني بيوم السبت كان يبث من الجنوب وقال أنا أريد أن أحمل السلاح الآن، والجميع يريد أن يحمل السلاح، يعني في البث الحي والمباشر أنا شاهدته وسمعته. شوف الرقابة العسكرية بإسرائيل مش أنه والله في ضابط مخابرات عسكرية جالس في صالة التحرير أو المونتاج ويعني وهيك وعنده عقلية النمس يعني أنشر ذلك لا تنشر ذلك، لا هو نفسه الصحفي بتجند، يعني الصحفي نفسه بيخدم بالجيش وبيعمل احتياط بالجيش كل سنة، فهو عارف شو قواعد اللعبة، شو المسموح شو الممنوع، يعني بالعكس هو يعني يمكن أن يعني يضبط نفسه بأمور الرقابة العسكرية يعني تسمحها، يعني هاي بصير رقابة ذاتية. صح. رام اسمح لي، الانفلات اللي موجود اليوم إذا بنفع أنا أسميه بقضية الصحافي طبعا، أو الخروج عن العادي اللي هي كانت ما بالسابق، ومرة تانية بدي أضل أرجع للسابق عشان أشوف حجم الأثر أو حجم التغيير اللي موجود اليوم، لما كانت بتصير في عملية بتم في حظر نشر، كنا من التسعينات وجر وصولا لآخر أيام، بتفتح أي قنوات إسرائيلية أو أي أخبار إسرائيلية أو كل المصادر الإسرائيلية بتقول في انفجار صار بالمكان الفلاني ومحظور النشر، ما بتقدر تعرف ولا أرقام ولا تفاصيل ولا أشياءات. المشهد اللي عم بيكون اليوم مشهد احنا ما عرفناه ما شفناه. هلا انا بعرف انه المشهد اليوم هو كمان مشهد على اكتر من صعيد، بس على مستوى الاعلام بجرب اشوفه لانه محتاج افهم شو الرواية الاسرائيلية اليوم كيف عم تتشكل بشكل اخر بشكل جديد على مستوى الاعلام، وكمان اعتمادنا احنا من مكان تاني على الاعلام الاسرائيلي، ادواتنا السابقة لتحليله او الشك فيه او نفيه او التحقق منه اليوم يفترض يكون فيه ادوات اخرى لانه نفسه عم بيشتغل بشكل جديد. يعني انا هيك عم بفكر. أكيد بعد 7 من أكتوبر الإعلام الإسرائيلي سيختلف كليا عن سبق. أولا سيكون أكثر يعني تجندا، يعني شوف إذا نتنياهو بسمي حماس داعش، في يعني أكثر الصحفيين المؤثرين في إسرائيل مثل عميد سيجر بسميهم النازيين، يعني هو يسبق الجيش والحكومة بالتسمية والسياسيين بنجروا وراء. قصة إغلاق قناة الجزيرة، هذا هو الصحفي، هذا عشان تعرف أبوه مدان بالإرهاب ضد الفلسطينيين، هو الذي حرض على الجزيرة لإغلاق الجزيرة، وهناك تحريضات على قنوات أخرى طبعا. فالإعلام الإسرائيلي أصبح يعني بعد السابق يعني هو متقدم على الخطاب الرسمي أو خطاب الجيش أو يعني سابق. هل أنه سيستفيق مثلا أو جزء منه أنه يسائل أنه من يوم طالع ممنوع إحنا نسلم برواية الجيش وأنه الأمور بغزة تمام وحماس مرضوعة ونشتري الوقت بالمال وما إلى ذلك؟ أنا أستبعد، يعني ممكن يصير ولكن العقلية لن تتغير. تعاملنا مع الإعلام الإسرائيلي اسمع ولا تصدق، يعني مهم نطلع على الإعلام الإسرائيلي وكذا، يعني اسمع ولا تصدق، خصوصا أنا أقول ذلك لعنا العربنا في الداخل أنه اسمع ولا تصدق، لأنه ملان disinformation، ملان معلومات مضللة وكاذبة، مثل أنه الناس في غزة حماس تمنعهم من الانتقال إلى الجنوب وما إلى ذلك. طبعا الإعلام سيتوجه يعني نزعة يمنية أكثر وأكثر، لأنه هو فيها انتهازية، يعني هذا الإعلام فيه عنده انتهازية، أنه إذا المتابعين تابعيني والريتينج بتطلب مني أروح لليمين فبروح لليمين حتى لا أخسر المتابع، فهاي انتهازية، يعني بدل أن الإعلام يكون دوره الصحفي ويشير إلى الإخفاقات تتم مزايدة، يعني بتصير مزايدة. في صحفيين بيطرحوا أسئلة طبعا عن أداء نتنياهو وأداء المستوى العسكري، ولكن يعني القضية المهم بالنهاية عدم خسارة الـ المتابع.
انت بتعرف تحكي لك شغله انه على هآرتس عاده كانوا العرب يعني والفلسطينيين بتعاطوا معها كإشي يساري وإشي هيك الاقرب لمثلا يعني ثغره بالاعلام الاسرائيلي دائما عاده. فعندي صديق كان عنده اشتراك دائما بعرف انه عنده اشتراك، كنت اقرا مقال قبل يومين فبقوله بس اعطيني الاشتراك تبعك، قال لي انا كنسلته، بقوله ليه كنسلته، فبقول لي انه صاروا عسكر. بقول كيف يعني صاروا عسكر؟ قالوا من جندين، قال لي صاروا عسكر، هذا بطلت هآرتس اللي احنا بنعرفها يعني من هي هآرتس اللي اعتدنا نشوفها. هي هآرتس تعتبر يعني ليبراليه نوعا ما، يعني ليبراليه بس حتى الاكثر ليبراليه يعني خلص تحول أنا فعليا. انا اسمع، انا حد هآرتس اوكي، تشوف اليوم هآرتس شو الهيدلاين، يعني بتشوف اول مقال بحطوه يعني او تحليل بحطوه للمراسل للمحلل العسكري تبعه. اوكي، العنوان الرئيسي انه عن العملية البرية والجيش اخلى الشمال، ورئيس الشباكة يتحمل المسؤولية، ونتنياهو لا يتحمل المسؤولية بعد. ولكن عادة التحليلات في آرتس الصفحة الرئيسية هي للمحلل العسكري عامو سرئيل اللي اسمه يعني، والصورة صور ناس شاهد عسكري يعني، فهي تتجنب. في صفحة الرأي أكيد في ناس يعني بطالبوا نتنياهو بالاستقالة وكذا، ولكن هذول حسابهم مع نتنياهو قديم، لأن نتنياهو خرب الدولة، مش أنه نتنياهو يعني بقتل الفلسطينيين، وفي لهم حساب مع نتنياهو من ما قبل الحرب. هآرتس يعني اوكي، العرب في عرب يعني معجبين فيها على انها، ولكن هي يعني افتح الصفحه الثانيه اي الصفحه 3 اللي عاده تكون اقوى صفحه يعني. الصوره لجنود، صفحه 3 صوره لجنود ومادي للمحلل العسكري، مش مادي سياسي. بسياق الحرب هاي أو المعركة هاي، بما أنه كل إشي انكسر عم بكون في نشر أكاذيب كتيرة، لما بتيجي تدور عليها على مستوى الإعلام العالمي يعني هيك، بتيجي CNBC، فوكس نيوز، سكاي، لسه سكاي أخف إشي يعني مقارنة بغيرها، بس لما تيجي أنت تتبحبش على الكذب كيف طلعت وكيف تصربت، بتلاقي كمان أنه في بيتم الاستدلال عليها من مراسل بالإعلام الإسرائيلي أو بتوك شو أو بمحلل أو بكذا. بالمشهد اللي أنت قاعد بتشوفه اليوم وبالفوضى هذه، قداش عم بيكون في إنتاج لأكاذيب كمان رامي؟ أوه ملان ملان. على فكرة في أكاذيب تنشر بالغرب زي قصة قطع الرؤوس، لم ينشرها الإعلام الإسرائيلي يعني، أو حتى أو نقول لم ينشرها على الصفحة الأولى، أو أنه تبناها بشكل كامل. الإعلام الغربي تبناها يعني، الفيك نيوز الإعلام الغربي تبناه وروج له، على الرغم أنه الصحافة الإسرائيلية نفسها يعني تعمل مع الموضوع بحذر يعني. ونتنياهو طبعا تطرق لذلك مع بايدن عن هاي الشغلة. الفيك نيوز ملان ملان فيك نيوز، وخاصة بس على الفيك نيوز أساسها من وين؟ ما هو بالآخر بتطلع قصة I-24 صح؟ شوف، في I-24، في قنوات تليجرام، لا اللي هي قطع الرؤوس الأربعين رامي، هي أساسها I-24 صح؟ طبعا طبعا طبعا، مراسلة I-24 هي قناة صهيونية يعني، ملكها واحد صهيوني فرنسي. هي مصدرها. للأسف يعني الإعلام الغربي يعني بأخذ هاي المعلومة وبسرح وبمرح فيها يعني، بينما الإعلام الإسرائيلي متحفظ هاي المعلومة يعني، لم يتعامل معها، لم يركز عليها بالذات هاي المعلومة، لأنه عدد القتلى كبير. بس هو الإعلام الإسرائيلي نفسه قديش بتحس إنه من قناة لقناة بتقدر تعطيني حالات أو تساعدني أشوف إنه في كمان عم بكون في تضليل؟ تمام. لا تضليل، لا تضليل، تضليل وإنتاج كذب. لا لا، كله ما كنت كله ما كانت إنتاج افتراءات. حماس داعش، حماس نازيين، حماس قتلوا بالمئات. طب انتوا تحققتوا انه قتلوا بالمئات يعني؟ طب ما في واحد برشت بيت كانت محجوزة عند حماس، قالت انه قواتنا اللي قتلتنا.
الشرطة اللي قتلت مظبوط. لا وقصفوا بالمدفعية. هاي أخفيت لم يعني ما حداش. وانحذفت المادة هذه كمان صح؟ ما فحصتش ولكن يعني وأظن كمان طلعت بمقابلة تانية زي صححت المشهد تاعه يعني هيك. ولكن يعني في واحدة حكت إنه لما احتجزوني تعامل معي بلطف وطلب مني موزي, إنه طلب مني يأخذ موزي بثوها. ولكن يعني بتعرف هاي إنه تناقض صورة المقاتل القصام بالنسبة له. هناك يعني هناك افتراءات يعني يكذبون الكذبة ويصدقونها يعني كله يعني باستثناءات قليلة كله يتبنى. يعني ما كانت افتراءات هي يعني أصلها مش الجيش على فكرة, الإعلام الإسرائيلي. هناك صحفيين يعني منفلتين جدا مثل عميد سيجل لأنه هذول نازيين وتبنوا يعني صحفيين آخرين. طبعا عن الخبراء بالشأن الفلسطيني حدث ولا حرج. يعني كمية الحقد والكذب والتضليل وكأنهم يعني يشتغلون الآن لدى المخابرات الإسرائيلية. كيف يعني؟ يعني أنا خبير بالشأن الفلسطيني وأنا بعرف الفلسطينيين وأنا بعرف العرب, وتعرف أنه يعني كل نظريات العنصرية بصير يعني حكم خبرته بصير يعني يدلجها ويحرض على القنوات الفضائيات العربية. فيعني صحيح أن إسرائيل دور ديمقراطية وليبرالية, ولكن دور الإعلام فيها هذه الأيام إنسان بتجاهل الفلسطيني وبتجاهل الوضع بغزة قنيا يعني على مستوى مهني صنعة. هو يعني ما كانت افتراءات عدا عنه عسكرة الخطاب, وأنه المحلل الشرعي هو المحلل ذو الخبرة العسكرية أو كان جنرال كبير بالجيش. على فكرة في أنا شفت مقارنة بين التغطية 2006 بعد أسر جنود حزب الله, أسر جنود حزب الله حرب تموز 2006 والحرب الحالية. طبعا ب 2006 على يعني على الصفحات الأولى كان هناك كتاب مقالات يجب حرق أو تدمير الكرة اللبنانية في الجنوب. كانت هذه يعني بالبداية كانت هاي, ولكن كان هناك منفذ الأصوات النقدية والإعلام كان حساس أكثر لموضوع التنوع. هاي شفتها يعني بإحدى المؤسسات الإسرائيلية كتبت عنها. بينما اليوم فيش محاولة حتى للتنوع والتعدد, بالعكس التجند كامل وكأنه يعني الحكومة والجيش ينقضون يعني وراء هاي الأجواء وصناعة الأجواء من الافتراءات والأكاذيب يعني كبيرة. فتح الإعلام العربي على المشهد هذا, فإحنا منيجي أنت بتفتح تلفزيونك, أنا دائما بكون أتخيل حدا مثلك اللي هو فاهم الإعلام الإسرائيلي منيح, بيشتغل بكل التقاطعات وفاهم عبري وفاهم عربي, وبيجي بفتح التلفزيون بلاقي الجزيرة أو العربية أو المشهد أو واحدة من القنوات بتستضيف فعليا محلل إسرائيلي أو كاتب إسرائيلي. أنا بذاكرتي ما بعرف يعني في إشي مشهد زي كأنه كل فترة فترة بصير في مشهد إنه يعني غير مشهد أفيخاي طبعا اللي هو هذا يعني الأسوأ على الإطلاق, يعني هذا مش محتاج ينحكى فيه. بس تعرف في مشهد اللي هو زي كأنه لازم نجيب الصوت الثاني. بس أنا أذكر إنه في كاتب كانوا يجيبوه وقت كل انفجار على القناة الأولى لأنه كانت تحكي بالعربي الإسرائيلي, كنا نتابعها بالضفة. هذا بعده بنجاب اليوم على القنوات, ناسي اسمه يعني اختيار كبير بالعمر, بس بيجي بحكي بهرتل أو بحكي أو بحلل أشياء وإنت بتطلع عليه طب هذا شو بحكي. هلا أنا لإلي إنه بالضرورة فعليا هذا الزلمة عنده مهمة ما عم بعملها أو ببروفايله في شيء ما, لأنه مش معقول إله 20 سنة بيشتغل نفس الشغلانة يعني وبروفايله شغال زي هذا. احكي لي كيف أنت بتشوف لما تفتح تلفزيونك على الإعلام العربي على التلفزيونات تحديدا وترى استضافة الإسرائيليين, شو بتشوف؟ طلع امبارح نشوف التلفزيون الإسرائيلي قناة 13 استضافوا واحد يعني عنده خلفية أمنية أو بصر إيش بسمي حاله محلل الشؤون العربية. أول واحد حرض على إغلاق مكاتب الجزيرة. أنا كنت اليوم عند الجزيرة, استضافوني الجزيرة
ولكن لم يسألوني أسئلة كمحلل، وإنما سألوني أسئلة كناطق باسم الدولة، وعلي أن أرد هذه الاتهامات. طبعا الضيوف على القنوات العربية الفضائيات العربية هم شخصيات غير مؤثرة أو صحفيين معروفين، نادرا ما يكونوا معروفين، حتى يعني لا أذكر أسماءهم. يعني جد مش صحفيين يعني اللي لهم. انا فاهم انا بقول لك انا بفهم انا اصلا انا بفهم قناه اسمع انا بفهم قناه زي الجزيره شعارها الراي والراي الاخر، اوكي بدي اجيب وجهه النظر الاخرى، بس ليش اجيب يعني واحد مستعرب او ناطق بالعربي اللي بيجيش يعطي راي اخر؟ هو بيجي بيكون مهمه اعلاميه تضليليه للمشاهد العربي، حرب نفسيه، بسمي حماس مخربين، بسمي يعني هذا مش رأي آخر. يعني مين زي مين أنت مثلا بتفكر أنه ممكن عميد سيجل يعني؟ ده عميد سيجل لا عميد سيجل يعني حالة سعار متطرفة جدا. ما هو المشهد اللي أنت بتشوفه اليوم، يا إما في ناس متدربة كيف تحكي مع الإعلام العربي وبتحكي عربي فبيستضيفوا القنوات العربية بيطلعوا بحكي تمام وبعرف حتى كيف يحكي، او فعليا اللي بكون اتخيله حتى واردني هذا السؤال انه ليش مضطرين دائما تجيبوا حدا بيحكي عربي، ما تجيبوا حدا بيحكي عبري وترجموه يعني ويكون فعليا يعني. انا بدي اجيب الراي الاخر، اسمع انا بدي اجيب الراي الاخر الاسرائيلي نفرض، طب ما بقدر اجيبه بتقرير، اجيب تصريحات نتنياهو، اجيب تصريحات رئيس الاركان من غير استضافه، ناطق اسم الجيش تصريحاته، بس ليش انا استضيفه يعني واعطيه مساحه يلعب بالوعي ويحرض ويعني في وقت احنا بناخذهاش رامي، يعني مش احنا بناخذهاش، روايتنا بتاخذهاش تاخذ المساحه. لا طبعا لا طبعا 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 محلل اسرائيلي ليش بيطلع على القناه الفضائيه العربيه يحلل؟ يعني عشان يفيدنا بيعرف عدوك؟ يعني لا، هو بده ياثر بالوعي طبعا ويشوه ويحرض عشان ياخذ اخر النهار 150 دولار يعني في برضه هذا الاعتبار. اه طبعا طبعا يعني ما يعني يعني انا شو القيمه الصحفيه باستضافه محلل اسرائيلي بين هلالين محلل اسرائيلي؟ بعدين انت بتجيبه بتصير يعني تساله اسئله وكانه هو ممثل دوله اسرائيل، طب جيب ممثل دوله اسرائيل خلص. طب هلا رامي المؤسسات الاسرائيليه كلياتها عم بتلايم حالها وبترجع توقف على وجهها مرتين، الاعلام عم بيرجع يوقف مره تانية، وبترجع العلاقه مع الجيش من اول وجديد، خاصه زي كانه يعني انا مش بشوف حل فكره التاني، وبدي اسميها التاني بقضيه الدخول الحرب البريه، مش لفكره بس التاكد من اهداف وغيرها، دائما بيشار لها بسياق على مستوى التحليل بسياق عسكري فقط، ولكن انا بشوف حتى الاعلام محتاج انك ترجع تقعد، ومحتاج المؤسسات هذه ترجع تقعد، عشان انت لما بدك تخطو هذه الخطوه في مؤسسات كتير بدها تكون معك، منها الاعلام ومنها مؤسسات خارجيه وغيرها اللي هي كلياتها كانت بصدمه. المشهد هلا اللي عم بتقول لي اياه المشهد الثالث كيف شخصته انت بالاول، كيف عم بيكون شكله اليوم واحنا على يعني على مشارف حرب بريه او اقتحام او اجتياح بري؟ الاعلام قصدك؟ الاعلام الاعلام تحديدا اعلام الحرب هلا كيف بده يعني لما يرجع وقف على اجري رامي شو الشكل الاعلام؟ الاعلام ماخذ دوره كجزء من المعركه يعني يعني اوكي هو بيوثق تقارير سميهم الضحايا وأهالي الأسرى وبنقل صوتهم وكذا، ولكن هو جزء من المعركة، هو جزء من المعركة يعني في هجوم بري، هو جزء من الهجوم البري بالتبرير للهجوم البري. هناك طبعا هناك في أصوات تتساءل شو هل بإمكان أهرون براك يعني مش يهود براك أنه لا يمكن سحق حماس، مش لأنه يعني مع فك الحصار عن غزة، لا هو بده يسحق حماس بس بيقول أنه على فكرة واحد زي هود براك هذا الكلام يعني ما رجش في الإعلام الإسرائيلي على الرغم أنه كان رئيس أركان وزير أمن ورئيس حكومة، ما أعطاهوش الزخم اللي لازم يعني كل تساؤل أو مش لا يتماشى مع المزاج العام. طبعا لأنه الإعلام الإسرائيلي يعني عدا عن حجم الصدمة، الإعلام الإسرائيلي لا يريد أن يخسر المتابعين، هم يقرون بذلك. يعني بال2006 نفس الشيء قالوا انه احنا يعني كان عندنا حساب انه هل نخسر متابعين يعني انه الجمهور عايز كده، وبتبين انه الجمهور يعني يمكن مش عايز كده، بجوز انه مستعد يسمع تساؤلات وانتقادات عن اداء الجيش وعن اشياء من هالنوع،
ولكن انت تفترض ان الجمهور بده يسمع دم، فانت بتبث دم، بتبين ان الجمهور لا، ان الجمهور متابعين يعني مصدوم، ممكن لا يعني بستنى يسمع منك اشياء ثانية، بس انت تفترض تبدأ تبث على هاي الموجة، فبصير وكأنه جدلي يعني انا بصنع رأي العام، بصير اقول الرأي العام بتوقع مني هاي الامور. رامي إذا بدي أعتبر أنه خلص إحنا صرنا شايفين مؤسسة الإعلام بتشخيصك لإلها من الأول للآخر كتير مهم كمان، يعني ساعتني أشوفها هي جزء من المعركة، هي جزء من المعركة وجزء من المعركة العسكرية، يعني هي بالآخر يعني أنا كيف عم بطلع عليها بوصفك كيف التجنيد اللي عم بيكون فيها، كيف حتى الصور اللي أعطيتني إياها أنه الصحفي تحول أنه استخدم الأدوات الصحفية الإعلامية لخدمة الجيش والعسكر بهذا المنطق والقوات الأمن، فلإلي صارت واضحة. هلأ باجي بطلع أنا أنه إحنا يفترض ضحايا هذه المؤسسة الإعلامية، يعني هيك بدي أجي أحكي، أو هي فعليا خصمنا، بس الضحايا الأكبر اللي عم بشوفهم هم الإخوة والأخوات الأفاضل أشقائنا في الوطن الشقيق في 48، واللي أنا لإلي بالمعركة هذه تحديدا بحمد الله لأول مرة رامي أنه أنا بفهمش عبري، وباجي بحكي مع صديق بقول له يا زلمة إن بحكي لي ليش هالناس هالقد خايفة، بقول له أنت بتفتح تلفزيون، قال لي لا، فباجي بتطلع أنه لما بسأل الناس على قديش بقعدوا قدام الشاشات وعلى قديش بس اجي احكي مع حدا يقول الوضع يا احمد غير، الوضع بخوف، اقول كيف بخوف؟ يعني تيجي انت ترصد الاشياء حتى على مستوى اعلامي بتلاقيه دائما بيعطيك دلائل ومشاهد من الاعلام الاسرائيلي، بتشوفش انت شو بيحكوا، بتشوفش شو بيعملوا، فبحس انا محظوظ صراحه. لا طبعا انه بعرفش عبري بالمشهد هذا. طلع يعني انا لو انه مش شغلي بالصحافي بشوف التلفزيون الاسرائيلي، فبضطر اشوفه عشان افهم شو الصوره، شو بفكر، شو لأنه هي حفلة دموية تنقطه يعني سم يعني، وحجم الافتراءات يعني والتفاهة إشي يعني لا يصدق. بالنسبة I'm listening. بالنسبة لعربنا بالداخل، هم بيشوفوا الإعلام الإسرائيلي أو طلع الانتفاضة الثانية حرب تموز 2006، كان هناك يعني عملية انفصال عن متابعة الإعلام الإسرائيلي، لأنه كان في فضائيات مثل الجزيرة تقدم تغطية أفضل من القنوات الإسرائيلية بسبب التحريض بالإعلام الإسرائيلي، وكان سبب مشاهدة الإعلام الإسرائيلي أحياناً لفترة قصيرة للتأكيد من المعلومات، أنه ما تقوله الجزيرة عن مثلاً عن حرب لبنان أنه حزب الله دمر 3 دبابات، فلا يكفي أنه أنا أخذ هاي المعلومة من حزب الله أو مراسل فضائي إكس في لبنان، بفتح عندي امتياز أنا بفهم عبري، بفتح وبشوف الصورة الثانية يعني كمالت الصورة، بتأكد من المعلومات، ولكن الاعتماد الأساسي هي على الفضائيات العربية. بعد الربيع العربي والتفكك اللي صار وانحياز الفضائيات أو يعني عدم مهنية الفضائيات وكأنها صارت قائدة الثورة بعد الفضائيات، وهي أضعف مكانة الفضائيات العربية، فاضطر إلى اللجوء للإعلام الإسرائيلي لأنه مهني يعني. مشاهد العربي بدوش تابع شو بصير بسوريا وباليمن وليبيا. فهمت يعني اوكي يعني. قصدك انت بتحكي بعد حاله الاستقطاب والفرز اللي صارت موجوده، انه صار في رده ورجوع وهروب من الاعلام العربي باتجاه الاسرائيلي، هذا احد الاسباب. يعني لم يعني خلط يعني الفضائيات العربيه صارت بحاله استقطاب حروب كذا، المشاهد قديش يتحمل يشوف هاي الشغلات، هو اصلا مش فاهم شو بصير بسوريا ولا فاهم شو بصير بمصر ولا فاهم يعني بشكل عام، فلجأ للإعلام الإسرائيلي لانه وجد بالإعلام الإسرائيلي في مهنية، ويعني مش انه بتبنى شو بيقول او انه، ولكن كان مصدر بالنسبة له مصدر يعني معقول. اظن بهاي الفترة لا يعني خلال هاي الحرب، لأنه حجم التحريض الدموي والافتراءات في عودة للقنوات العربية، في عودة عنا مش عودة، في انفتاح على التليجرام، على السوشيال ميديا طبعا موجود من زمان، بس مثلا
في شيء اللي أنا لفتني أنه الإعلام الإسرائيلي بيستضيف جنرالات سابقين يحللوا وصيغوا الرأي العام. ليش وسائل الإعلام عربية بالداخل أو بالخارج لازم أستضيف أنا جنرال سابق يحلل المشهد بشكل عسكري؟ هذا التأثير الإعلام الإسرائيلي على الإعلام العربي بالداخل وبالخارج هو مقلق يعني وعسكرة يعني. هاي يعني هذا شغل الإعلام الإسرائيلي، أنا بجيب جنرال بحطه حد المقدم وهو يعني بمسك المنصة. هذا أنه تأثر فيه هذا شيء شيء يعني يجب أن نحضر منه. ما تأثير الإعلام الإسرائيلي على وعي المشاهد العربي في الداخل؟ مثل ما أنت سمعت أنه فعلا في مش خوف بمعنى جبن، في قلق، وهي قلق رهبة. هذا شعور طبيعي بالحرب، لأنه في انفلات يعني الشوارع، حتى عند اليهود في قلق يعني. اسمح لي احكي لك، انا بس الفارق بيننا وبين ال 48 بقولهم انه حتى احنا بالضفه، بس احكي مع اهلي المشهد تغير، يعني بمعنى الناس عم بتكون رجعت الحواجز زي ايام الانتفاضه فرضا، بيستخدموا هذه اللغه. المستوطنين مثلا فعلا حاله انفلات موجوده، عم بيطلقوا النار على السيارات اللي احنا بنمرق فيها، ففعليا انت بدك تطلع من طول كرم لرام الله مش امن، ممكن حدا يطخ عليك. ففي مشهد تغير، بس في كمان قلق موجود، ولكن اشعر انه في حاله ال 48 عشان هيك بجرب اربط الاشي بسياق الاعلام، اثر الاعلام الاسرائيلي واثر اعلام الحرب فعليا علينا احنا. الماكسيموم تبعه اللي هو أبناء الثمان وأربعين اللي بتابعوا الإعلام العبري، بفهموا عبري، بتابعوا الإعلام العبري، وجزء منهم بأخذه كمصدر أول أو مصدر تاني، تمام؟ حجم الخوف وحجم القلق وحجم التوقعات وحجم السلبية اللي موجودة في هذا المجتمع كبيرة جدا. لما بتيجي بتحكي معهم بتلاقي المرجع بالأساس أنت يا أحمد بتشوفش شو بنحكى بالإعلام. وفي عن جد فارق ما بين أنه في حدا مسكر التلفزيون، تحديدا التوك شوز هدول يعني البرامج الحواريه. هلا وين كارثتي انا رامي؟ انه بفتح مثلا على الجزيره بلاقي فعليا انه هلا كمان صاروا يترجموا هذا التوك شوز، يعني حجم التحريض اللي موجود. انه طبعا انا بتطلع انه هدول يعني عم بيعبوا هوا، يعني عم بيعملوا ريتنج، عم في الليل في ناس قاعده عم بتم تجنيد المجتمع اكثر. انا ليش بدك تربطني فيها؟ انا حاسس حالي بعرفش عبري، ليه بدك تربطني بالاعلام الاسرائيلي؟ هذا شيء ما اكيد يعني، هذا بالضبط انا اتفق معك 100% بتفق يعني. هاي يعني اسمع، هاي مشكله يعني في الاعلام العربي او حتى على السوشيال ميديا في عادة تدوير لهي الامور. يعني انت بتهرب من الاعلام الاسرائيلي بتشوفهاش، بيجي في محلات بيجيبوا لك اياها من الاعلام الاسرائيلي، وكانه يعني بده هو هدفه يفرجيك همجيه ووحشيه الطرف الاسرائيلي. ففي عادة تدوير. شوف عندنا القلق، بتطرق لموضوع القلق لانه بتم ملاحقة الناس على لايك وشير تضامني مع غزة، الاعتقالات مش بتكون اعتقالات عادية، اعتداءات يعني فيها غل وانتقام وتكسير رجالا للرجال والنساء. يعني حتى أنا يعني شهدت عندنا بالحارة بالطيري في اعتدوا على جار إنه أجوا يعتقلوا ابنه، بعرفش بسبب بوست أو إيش، إنه ضربوا الولد وضربوا ابن الأبو وإم والأم، مش ضربهم يعني بوكسات، لا تكسير. فهذا يعني هاي الأجواء. ما قبل السابع من أكتوبر ليس كما يعني كما بعده، هاي مرحلة جديدة أكيد. وأنا أعتقد أن موضوع المظاهرات مثلا بالداخل سيختلف، حتى سيختلف عن أكتوبر 2000. شكرا جزيلا رامي، بعرفش إذا بدك تحكي إشي، بدك تترك لك المايك. هذه يعني من أقصر الحلقات اللي أنا بعملها في تقارب، وحكيت لك لاحقا راح نخوض أكتر بس بسياق إعلام الحرب وإعلام الاحتلال تحديدا في ظرف الحرب اللي إحنا عم نعيشه اليوم. إذا بدك تحكي أي شيء تفضل. أولا شكرا لك على الاستضافة، ثانيا نتمنى السلام لأهلنا بغزة، وإن شاء الله تنتهي الحرب أقرب وقت، تكون آخر الحروب وغزة ينرفع عنها الحصار يعني،
لمتابعي يعني للعرب في الداخل، أنا برأيي لا تشاهدوا الإعلام الإسرائيلي، وإذا شاهدتوا اسمع ولا تصدق، لأنه حجم التحريض والتضليل والافتراءات يفوق إعلام الأنظمة الدكتاتورية في العالم بما في العالم العربي. وحفلة ولولي تحريض ودماء إحنا في غنى عنه، بلاش نتأثر فيه، وحتى لأنه فترة صعبة وفي تحريض وفي ولازم نكون حذرين في الكتاب على الفيسبوك وكذا، ولكن ممنوع نتنازل عن حرية تعبيرنا أو قول موقفنا الإنساني الأخلاقي، لأنه هدف هذه الملاحقات هي يعني إسكات هذا الصوت على الرغم من الدعوة للحذر والتأني، بس ما نخفش ما نسكتش عن إبداء موقفنا الأخلاقي والإنساني والوطني، بأنه ما يحصل هو جريمة، مش جريمة يعني جريمة إنسانية، حرب إبادي. فألا نتواطأ مع محاولات إلغاء صوتنا والإصرار على حرية التعبير عن رأينا. هذا بالنسبة لي رسالة أهم، لأنه حجم القلق والخوف والتخويف غير مسبوقة، بس ممنوع نخضع بإسكات صوتنا. طبعا مرة أخرى مع أنه بدون تهويل مبالغة وبشكل يعني يعبر عن موقفنا دون مغالاة أو تبني يعني أنه بالآخر كله بوست فيسبوك يعني بالضبط يعني انه تتنازلش على انك فلسطيني، تتنازلش على انك انت بالاخر أكيد. يعني بتشبه الحدا ابن غزه ولا بصير على الضفه ولا بغزه بصير عليك كمان. والواحد بحس انه في إشي صار رامي على مدار السنين على مستوى الهويه الفلسطينيه بال48، اذا ما صار في وعي تحديدا لهذه القصه رح نرجع يمكن 20 سنه لورا يعني بهذا المنطق، على مستوى الخوف والقلق والاراده الاسرائيليه لكسر الناس بال48 يعني. فعشان هيك بحس انه كتير مهم انه جماعة طف التلفزيون يعني، اذا انت مش قادر طف التلفزيون انت مش محتاج منه يعني. انا برأيي هذا يعني هاي موجة منتشرة انه مغادرة الاعلام لا 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 منتشرة وهذا دور الاعلام العربي البدء يعني في المقابل انه نقدم يعني. انا امبارح كانت لي محادثة مع صديق لشيء اخر يعني ملوش علاقة بالحرب، بس هو انا بتابع عرب 48 بالانستغرام بالتليجرام وعندي الاب تبع تعرف 48، لانه صفه هو المنصه الوحيده اللي انا بقدر اخذ منها المعلومه. الاعلام الاسرائيلي بنسمعش، الاعلام العربي خاصه الخارجي في مبالغه وبجيش، وكمان حتى فكره التحليل صار عك صار انشا اكثر رامي كمان. لا لا هاي اسمع موضوع سوري الحاله هذه. لا لا اسمع بدي شغلتين يعني اطول لا. عليك خذ لا خذ راحتك. لا لا يعني شغلتين لانه مهمات اسمع هاي قضية الخبير بالشؤون الإسرائيلية هاي بدعة. في كاتب أو محلل يعني مختص بالشأن الإسرائيلي يعني هاي شغلته، زي ما في صحفي مختص بالشأن الجنائي، صحفي مختص بالشأن الرياضي، في خلاص صحفي مختص. أما خبراء إسرائيل باحث متخصص بالشؤون العسكرية بالله عليك يعني في عن جد إحنا عندنا أشياء من هالنوع. ثانيا الخلط في عمل الصحفيين يعني مراسل انت دورك تبعث لي المعلومه من كل المعلومه، مش تعطيني التحليل بعدين تعطيني المعلومه او تخلط بين الموضوعين. هاي اشكاليه عندنا بالاعلام العربي، الخلط ما بين الراي والتحليل والمعلومه. وانا برايي لازم فضائيات يعني مش انه مش موجود هذا الشيء، الفضائيات تنتبه لهي الشيء انه المراسل دوره اولا الخبر، التحليل يجب فصل ما بين الخبر والتحليل عشان انت تاخذ ثقه المشاهد، ما يضطرش يروح على الاعلام الاسرائيلي ويتاكد من المعلومات لانه بدك تضلله بيبعد عنك. فهي شغلتين، قضيه هاي الخبراء بالشان الاسرائيلي وابصر ايش وبفتوا، هاي نحذر منها. في عندك محللين مختص بس مش خبير، مختص اوكي هو بيشتغل، اما خبير يعني شو هي نووي اسرائيل يعني مجال بحث علوم دقيقة. موضوع الخلط بين التحليل والتغطية الإخبارية، هذول موضوعين مهمات.
أظن لقدام بنقاشنا الجاي رح يكون في هيك محور لحاله خاص كمان بمقارنة الإعلام العربي بالإعلام الإسرائيلي بقضية الريتنج تحديدا، لأنه المنطق تبع أنه هلأ ما في خبر، بس أنت ليش مصفت لي 9 شاشات 9 مراسلين موجودين ما عندهم مش أخبار، بس قاعدة بتستعرض طوال الوقت أنك عندك قدرة وتستعرض بإمكانياتك. هذا سؤال اللي في الوقت اللي ما فيش خبر، يعني ليش انت بترهقني اصلا؟ ليه المراسل قاعد بغمض، يعني موجود على حدود لبنان بس فيش عنده خبر، ليه بده يضل موجود على الشاشه قاعد؟ هذا نقاش يعني. وبحس عن جد في إشي بالتجيش رامي طوال الوقت، يعني بتجيش الناس وحدا يعبي هوا انه فتحنا تغطيه بس ما في اخبار تعبي لك التغطيه كلها، فبتلاقي انه المراسل صار بمكان محتاج يفتي، فبحكي يمين شمال وفوق وتحت وبرجع للتاريخ وبرجع للخبر. طب اول صاروخ ثاني صاروخ بصير تحديدا اللي هم على حدود غزة، يعني أحيانا بشفق عليهم عن جد إنه واقف عم بعيد الأسئلة عم بعيد الحوار، لما بيطلع صاروخ بتلاقيه فصل، ونرى الآن صاروخ بس عشان يأخذ بريك، يعني يأخذ بريك من شوف من كمية المعلومات. دقيقة يعني أخرتي، حروب السابقة والعمليات السابقة كان تبعث مراسل على الجنوب في عنده إمكانية يفوت على البلدات الإسرائيلية يصور يعمل تقرير يجيب الواقع الميداني. بعد هاي الحرب أو بعد 7 أكتوبر أعتقد أنه الإمكانية عنده أقل أو فيها مخاطرة فيها مجازفة، ومش راحين يتحدثوا معك، وتتحدثوا معك راحين يعتدوا عليك أو يبثوا اسمهم. ففعلا سؤال أنه وجود مراسل مثلا في الجنوب بعيد عن غزة فيش عنده شو يعطيك يعني أصلا، يعني ما بس أنه تعرض حياته مرات للخطر. هاي أمور يجب إعادة النظر فيها، و يعني بجزء انه الاداء لازم يتغير طبعا، ما فيش قوانين ثابته فيها، لانه خاصه انه في مخاطر. انا امبارح اتصل معي مسؤول احدى القنوات انه هل يبعث مراسل الى حيفا، هل سيتم الاعتداء عليه وهل انه في مخاطر؟ طبعا وارد اعتداء عليه من الناس مواطنين يعني. فالامور بدها دراسه وعاده نظر بموضوع التغطيه والاستنزاف، موضوع الاستنزاف تحديدا. شكرا جزيلا رامي، يعطيك العافية، وان شاء الله نستكمل الحكي. ربنا يسلم اهلينا في غزة ويسلمنا جميعا ونمرق بهذه الايام، وان شاء الله نرجع حتى يعني نرجع منكمل نستكمل حوارنا في حلقة منفصلة، ونرجع للأسئلة الشخصية كمان. شكرا لك ويعطيك الف عافية. الى اللقاء. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم الف عافيه. بتمنى فعليا انا على مستوى شخصي ساعدني رامي على الاقل افهم حجم التغير اللي صار بالاعلام الاسرائيلي كمؤسسه، قضيه الثلاث مراحل كيف عم بصحى اليوم من الصدمه، وكل فكره الصدمه اللي بتخلينا جزء منها اساسي نتعاطى بعين الشك والنفي لكل المحتوى اللي طلع بالايام الاولى تحديدا للحرب، لانه كان في إشي اكثر عسكري وإشي اكثر تجيش. اليوم عم بكون في مؤسسه اعلاميه موجوده بالصفحات الاولى المحللين العسكريين، ومؤسسة مجندة فعليا حتى جزء منه أساسي للاجتياح البري اللي عم نحكي عنه. فإعلام الحرب حتى والمؤسسة الإعلامية عم تأخذ شكل جديد. اليوم هيك قدرت أشوفها مع رامي بشكل مختلف، بتمنى كمان تكون ساعدتكم لنشوف المحللين وأثرهم واللغة العبرية وأثرها والإعلام الإسرائيلي اللي عم بتم ترجمته أثروا علينا، ونتطلع عليه بعين الشك، وإذا بتقدر تطفي التلفزيون طفيه وريح راسك، مش هيصير عليك إشي. شكرا جزيلا ونلتقي في حلقة قادمة.